في تونسي عثره جديده في بن مع اتحاد إيه؟ بن ساعة اول حاجه شفت حاجه تبدلت مع المدرب الجديد والا مازال بكري باش نشوفوا حاجات تتبدل في الوقت هذا وعلاش تبتسم ساعة باش جاوبني على السؤال انا ساعة باش نقول ما لا يقوله الاخرون اليوم شكون مروان تاجر لا لا أه انا باش نحكي نقول لا, لا نقول يا سلام يا ودي اللي اللي على لساني تقول تعمل بعد تقول توقيت لا لا اسلامي انا قبل ما نحكي <applause> على الماتش وعلى لابور نتاع المدرب الجديد انا نحب نحكي على السياسه الاتصاليه الجديده للترجي الرياضي التونسي تقريبا اول مره في تاريخ الترجي الرياضي التونسي يعني الترجي يتبنى سياسه اتصاليه استباقيه وقائيه الترجي لا ينتظر حتى تحصل كارثة ليتدخل ووليد قرفانه كان بارعا ومقتدرا في اداره هذه المعركه لكن يعني ستا... نحكي على السياسه الاتصاليه جديده في الترجمه التونسيه إيه حاج علاش علاش جبدته ماهيش جديده السياسه الصيه عندها عام لا 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 الترجمه التونسي اول مره في التاريخ يطلع شي خاطر ليموك ما يفتش لا لا آه حتى حد انا نعمل انا قلت الترجي آه مقدس و... فما حاجه فما حاجه ريماركابل ولا فالترجي السنة هي سياسة الاتصالية تغيرت قبل الترجي التونسي يدير يدير سياسته الاتصالية من خلال براعة رياض بنور في الكواليس ما تظهرش للعلن الترجي كان يدافع عن مصالحه وحقوقه في الكواليس باداره رجل مقتدر اسمه رياض بنو اسنا ايش في الكواليس؟ يعني يعني الترجي هذه التونسي ما كانش يعني يتباكى ولا يتظلم معناتها في العلن والا معناتها يشتكي من المظلوميه والا من الاستهداف والا من نظريه المؤامره في العلن به ما عليناش هذه معناتها ملاحظه ما فهمتش علاش ما يصيرش كان تعدي ما كان تعدي لما يتعلق الامر بفريق عريق وفريق كبير مثلا ما تحسش لازم يقول حاجه حاشيد دوائي حاشيد دوائي فهمتوش على ايش قال لازم شو يا اسلام زينته الكلام ما ماهيش وقتها نعم زينته ياسر كيفاش زينته انت اول ما بديت اول ما بديت قلت باش نقول حاجه اللي ما تقولهاش الناس ومن بعد جبت فرما انا لاحظت في الاوفر انا انا جبت عليها انت سياسه الاتصالات جبت عليها انت تكلم قول يعطيني حاجه في الاوفر انا خليك انا انا لاحظت علاش بنت الرياض؟ الاتصال تو هذايا فما فرق فرق تغير في الكواليس سي راه الكواليس تغير حتى يظلموه وبعدين يخرج من الشامبيونز ليغ البطولة وكل شيء باش يتكلم تقول ان بيبي باي مش مش موضوعنا يعني مش موضوعنا حسيت ذاكر ذاكر بدلت بحث عليه احمد ذاكر مش موضوعنا انا مثل الماتشات وما عادش برشا واحد علاش تتعلم من التوسكي معناتها اتصالي <applause> <applause> لا والله لا انا اكثر واحد من ما نتهربش معناها مع الوقت مع الوقت الوقت ما عادش بكري ومثل الماتشات باش كل حد كل فريق حقه زاد وانت اكثر حد تنادي بالشيء هذا ديما ارجع لي خويا الماتش تاع الترجي بن الماتش تاع الترجي التونسي وبن جردان لم يتغير شيء في الترجي التونسي، وأنا وليس مطلوب من المدرب الآن باش يغير أشياء تقريبا في ظرف شهر، يعني تقريبا نفس الأخطاء الفردية قاعدة آه نفس يعني طريقة اللعب لم يتغير شيء، نفس الأسلوب آه تبدل طريقة التار... اللعب من كتر المدرب آه. الجديد ما بدل حتى شيء تقريبا تقريبا نفس التشكيلة نفس السيستم تكتيك بالمقارنة مع شكون؟ مع كاردوز والا مع اخر تغير ماتش اسكندر القصري. هو المدرب هذا تغيير على مستوى التكتيكي بدا اسكندر القصري. مم. وقت له مورك. ويبدو لي بالتنسيق معه هو <applause> هو في ماتش مستقبل جاي <applause> تغيير بالتنسيق معه اكيد تو من من الاجحاف ان اللوم على المدرب انه ما غير حد شيء ولا ولا علاش ما تغير حد شيء في الترجي هذه توسي أه الترجي مستواه يعني بعيد على المستوى المامول انطلاقا من انه ليفكتيف والرصيد البشري الموجود على ذمه الترجي الذي التونسي يعني خلينا نشوفوا الترجي افضل والترجي خير لكن بهذا المستوى نجموا نخافوا على الترجي الذي التونسي في الشامبيونز ليغ لانه المنافسين ما هو منافسين معناتها يعني سهلين منافسين صعاب وخاصه فريق بيراميدس المصري وحتى جولي بالمالي ما هوش فريق خايب فريق صعب الميراث وينجم يخلق م. مشاكل الترجي التونسي ما نتمناه وما نرجو على الاقل ان نشوفوا الترجي التونسي باداء افضل وبمستوى افضل في ماتش جوليبا ان شاء الله وش... باهي توا ما عادش الناس الكل باش تعلق على المقابلات آه تقريبا باش كل واحد ماتش يعلق عليه فقط انت آه مالك ع... انت عندك تعليق على الحكايه هذه؟ اللي باشي حكيناه هوني في البلاتو المردود نجم نشوفو الترجي من بات نجم تحاسب المدرب في الملعب نتاعو امام جماهيرو في تربه باهيه من نساو زاد بن قردان الفريق معناتها يحتسب له وانت قلت معناتها عثره بالنسبه لي ان على حسب المردود اللي ريتو النقطه للترجي.